اهلا بيكو في قناة تعلم الايطالية مع لارا او امبارا الايطاليانو كل لارا. لو انتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. طيب انا امبارح نزلت ستوري علشان اشوفكوا هل انتوا عاوزيني اشرح حروف الجر ولا اشرح الكونفرساتسيوني نكملها، لان دي هيكون تالت درس كونفرساتسيوني معانا النهاردة. الحقيقة انا ما كنتش عارفة اشرح ايه بالظبط، ولكن انا هشرح الاثنين. يعني انا هنزل لكم النهاردة فيديو والمرة الجاية هنزل فيديو حروف الجر. طيب زي ما انتوا عارفين ان الكتاب اللي انا شغالة منه هو كومي سي دي تشيني ايطاليانو، واحنا عارفين ان لما نيجي نشرح الجزء ده خلاص لازم تجيبوا ورقة وقلم علشان تكتبوا كل حاجة. انا هحاول اكبر الصفحة على قدر الامكان علشان الناس اللي هم بيقولوا لي الخط صغير. طيب هنا احنا نكبرها كده، نعمل زوم ماشي. هنا بيقول لنا كومي سي ديتشا بير بريندري اون ايريو، بير بريندري اون ايريو يعني علشان ناخد طيارة. طيب طبعا احنا عارفين ان البطل بتاعنا هنا هو اسمه موار موار. طيب هنا بيقول لنا موار ال ايه الاجنسية دي فياجي، يعني مر في مكتب خلاص سفر او وكالة سفر او مكتب السياحة. جنسية دي فياجي ليها معاني كتير. طيب نشوف هنا، هنا بيقول vorrei andare a Roma in aereo che voli ci sono. vorrei يعني انا عاوز، andare a Roma اروح لمدينة روما in aereo يعني بواسطة الطيارة. che voli ci sono يعني ايه هي الرحلات اللي موجودة. quando vuole partire، quando يعني امتى، بسأل بيها عن الزمن. حضرتك عاوز تمشي voli partire، طبعا الفيرب هنا متصرف مع اللوي واللاي. ليه؟ لانها هنا صيغة احتراز. ام قايلها il 29 gennaio، il 29 gennaio يعني يوم 29 يناير، اون مارتدي يعني هو هيكون يوم ثلاث. قامت قايله له il martedì يعني يوم الثلاث c'è il volo، في الرحله اللي هي AZ 9123 يعني في الرحله رقم AZ 9123 per Roma، المتجه الى روما delle 7:55 خلاص الساعه 7:55 دقيقه della compagnia Alitalia للايرلاينز او شركه الطيران اير ايطاليا. vorrei tornare il giorno dopo يعني انا عاوز ارجع il giorno dopo، يعني il giorno dopo يعني اليوم اللي بعده. che voli ha che voli ho da Roma يعني ايه هي الرحلات اللي عندي من روما. قامت قايله له mattina o pomeriggio يعني الصبح ولا الظهر. قام قايله pomeriggio الظهر. ردت عليه قالت له mercoledì يعني يوم الثلاث سوري يوم الاربع، mercoledì pomeriggio يوم الاربع الظهر. un volo يعني حضرتك عندك رحلة alle 15:25 الساعة 3:25 دقيقة che arriva a Venezia اللي هتوصل لمدينة فينيسيا alle 4:30 minuti يعني الساعة scusa alle 16:30 minuti يعني الساعة 4:30. اما الا quanto costa، احنا عارفين quanto costa السؤال عن السعر. il biglietto دي andata ritorno يعني كم سعر الرحلة ذهاب وإياب. قامت قايلة له 120 يورو يعني 120 يورو. لا va bene faccio le prenotazioni e il biglietto، faccio le prenotazioni يعني هعمل الحجز والتذكرة. طيب قامت قايلة له quale posto desidera يعني ايه هو الكرسي اللي حضرتك عاوزه، vicino al corridoio يعني على الممر ولا centrale ولا في النص ولا vicino al finestrino ولا اللي جنب الشباك. لان طبعا احنا عارفين ان لما بنيجي نحجز تذكره فالموظف بيقول لنا انت عاوز تقعد فين، يعني عاوز تقعد جنب الشباك ولا الممر ولا في النص. ام قايلها vicino al finestrino grazie يعني جنب الشباك شكرا. بعد كده posso prenotare scusa posso portare questa borsa come bagaglio a mano. ام اي لا ممكن اخد معايا الشنطه دي كهاند باج اللي هي بagaglio a mano اللي هي الهاند باج. قالت له سي va bene يعني اوكي. فبعديها هنا بتقول له
اوجيتي بريكولوزي نلباجاليو امانو، يعني هل حضرتك عندك اشياء خطيره؟ لان كلمه بريكولوزو خلاص صفه معناها خطير. اما الا نو باديا قالت له ايكو تفضل، كويستا هي لا كارتا دي امبارجو. لا كارتا دي امبارجو اللي هي البوردنج، خلاص بنستخدمه واحنا طالعين الطياره. فقالت له الكانشيلو دو يعني بوابه رقم 2، اورا دي امبارجو يعني اللي هي الساعه او الوقت بتاع الاقلاع، خلاص اللي هو يبتدوا الناس تطلع الطياره. قال لي 6:30 الساعه 7:30. اديها هنا عندنا بيقول لنا ايه؟ Se il bagaglio pesa più di 20 kg, devi pagare una tassa per il sovrappeso. Se il bagaglio, يعني لو الشنطة pesa بتزن أكتر من 20 kg, لازم تدفع una tassa per il sovrappeso. يعني تدفع اللي هي الفلوس علشان الوزن الزائد. Il sovrappeso اللي هو الوزن الزائد. Non puoi mettere oggetti pericolosi. يعني ما ينفعش خلاص تحط أشياء خطرة. زي إيه؟ زي فوربيتشي اللي هو المقص، رازوي اللي هو الموس، كولتلي السكاكين، ليكويدي السوائل، انفيامابيلي اللي هي الولعات، للباجاليو أمانو اللي هي الهاند بيك. Puoi mettere questi oggetti solo nei bagagli che consegni al check-in. يعني تقدر تحط الأشياء دي في الشنط اللي احنا بنعمل لها التشيك ان جوه الطياره. طيب انونشي على بورتا دي امباركو، يعني بقى اللي هو الكون اللي بيكون على خلاص الجيت بتاعه الطياره الرحله. الفولو ناتسيوناله، يعني ايه فولو ناتسيوناله؟ علشان هو مسافر جوه ايطاليا فالرحله اسمها رحله داخليه. رقم AZ9123 بر روما سوبر راوند 60 minuti، يعني خلاص في تأخير لمدة 60 دقيقة. طيب بعد كده الفولو ناتسيونالي AZ9123 per Roma è stato cancellato، يعني الرحلة ألغيت a causa dello sciopero بسبب الإضراب. I passeggeri del volo خلاص اللي هم ركاب الرحلة AZ 9123 sono pregati di avvicinarsi، يعني يتفضلوا بان هم يقربوا على البوابة per l'imparco. l'imparco اللي هو الصعود. ultima chiamata اللي هو last call للرحلة بقى خلاص per il volo رقم كذا. دي الانونش اللي انت ممكن تسمعه وانت في المطار خلاص ومسافر، سواء ان الرحلة سوبيرا اون ريتاردو هتتأخر، ولا استاتو كانشيلاتو، ولا هتتلغي، ولا ان خلاص الناس هتبتدي تطلع وتروح الجيت بتاعه الطياره. طيب هنا بيقول لي كوزا ديفي فاري ال تشيك ان، يعني واحنا بنعمل تشيك ان ايه اللي لازم يحصل؟ بيقول لي متي توتي لي اوجيتي ميتاليتشي، خلاص يعني حط كل الاشياء المعدنيه زي الكيافي اللي هي المفاتيح، الاتشندينو اللي هي الطفايه، التشنتوره الحزام، نيل كونتينيتوري اللي هو البوكس خلاص كيتي دا لا بوليسيا اللي هو البوليس بيديهولك وقت التفتيش، تولياتي الكابوتو يعني هنقلع البالتو، او لا جاكا او الجاكيت، افالي باساري سوتو الميزل ديتكتور، يعني احنا بنقلع الحاجات اللي هي خلاص التقيلة زي الجواكت والبلاطي علشان يحطوها في الجهاز اللي هو بتاع الاكس راي علشان يشوف لو هل هي فيها معادن او لا، وعلشان احنا ذات نفسنا نعدي من الجهاز بتاع التفتيش. كونسينيا على بوليسيا على كارتا دي امباركو، يعني احنا هنسلم خلاص الجوازات او وقتها في المطار، يعني البوليس بطاقة الصعود او البوردينج باس الى كارتا دي بتاع خلاص او البطاقة او الباسابورتو، خلاص ده واحنا بنعمل التشيك اوت بقى واحنا خلاص طالعين. ابري الباجاليو امانو سي لا بوليسيا تلو كيدي، يعني افتح الهاند باج في حالة لو ان البوليس طلب منك ده. أكيد الناس اللي سافرت عارفة كل الإجراءات اللي بتحصل. موار إيه على الأريوبورتو داريفو، يعني موار وصل خلاص فبيقول لنا إيه؟ ميسكوزي arrivano qua i bagagli del volo da Venezia، يعني هو هنا مستني الشنط فبيقول إيه؟ من هنا هتوصل الشنط بتاعة الرحلة اللي جاية من فينيسيا؟ سي. آه. il mio bagaglio non è arrivato،
يعني الشنطة بتاعتي ما وصلتش، cosa devo fare؟ أعمل إيه؟ لازم أعمل إيه؟ devi andare all'ufficio ritiro pagagli، يعني لازم تروح المكتب اللي هم بيتم استلام الحقائب. أموار المسكين راح وقال إيه؟ il mio bagaglio non è arrivato، يعني الشنطة بتاعتي ما وصلتش. cosa devo fare؟ لازم أعمل إيه؟ قام الإمبيجاتو قال له devi compilare questo modulo، يعني لازم تملى النموذج ده. come devo compilare il modulo، يعني ازاي come devo، خلاص ازاي اقدر املى النموذج. قال له devi scrivere، لازم تكتب come il bagaglio، يعني الشنطة عاملة ازاي، che ha perso، اللي حضرتك ضيعتها، il numero del suo volo، رقم رحلتك، خلاص il suo numero di telefono، رقم تليفونك، il suo indirizzo، وعنوانك. طيب جه بعديها quando posso riavere il mio bagaglio، يعني انا هقدر اخد الشنطة بتاعتي تاني امتى؟ قال له domani، قال له بكرة، vengo qui a prenderlo، قال له اجي هنا a prenderlo علشان اخده، قال له no، لا، lo riceverà direttamente a casa sua، يعني حضرتك هتستلمه مباشرة direttamente من بيتك، او الى يعني هيجي له البيت. ma io domani non sono a casa، ولكن انا بكرة non sono a casa، يعني انا مش في البيت، posso venire a prenderlo qui، يعني اقدر اخده خلاص من هنا. قال له va bene scrivi sul modulo، اكتب على النموذج che viene lei، ان حضرتك هتيجي. تمام. طبعا دي كل حاجة ممكن تحصل، خلاص ممكن تحصل في المطار. عندنا التشيك ان، لما الواحد يعمل تشيك ان، عندنا الكارتا دي باركو اللي هو البوردينج باس، عندنا الباجاليو امانو اللي هو الهاند باج، كارتا دي انتيتا اللي هو بطاقة الهوية، بورتا دي باركو اللي هي الباب خلاص اللي بيطلعنا على الرحلة بتاعتنا. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا خلاص من الفيديو النهارده. احنا قلنا في بدايه الفيديو ان لا conversazione خلاص فين، في الايروبورتو، في المطار، كل حاجه متعلقه بالمطار زي ما احنا شايفين كده. خلاص هنا حتى كاتب لنا فولي ناسيونالي اللي هي الرحلات الداخلية، والفولي انترناسيونالي الرحلات الدولية. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا خلاص، ولو في أي أسئلة اكتبوها لي وأنا هرد على كل الناس اللي كتبوا لي أسئلة. وبالنسبة للفيديو الخاص بكلية الألسن أنا هعمله، ولكن أنا يعني مشغولة اليومين دول شوية، علشان افتكر الحاجات بتاعت الكلية والمواد وكل الكلام ده محتاجة وقت، ولكن انا هعمل كل حاجة انتوا بتطلبوها مني. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. تشاو.